الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أعزائي المشاهدين، عزيزات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد الترحاب بكم وأدعوكم لمتابعة حلقة أخرى من برنامج يسألونك ضمن محور القيم والأخلاق. وباسمكم أرحب بفضيلة الأستاذ الفقيه سيدي محمد اليوسفي، وهو خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي لعمالة صغيرات ملا. أستاذنا الكريم، مرحبا وأهلا وسهلا. مرحبا، حياكم الله ووفقنا وإياكم. اللهم أمين يا رب العالمين. سيدي الكريم، مجموعة من الأسئلة، هذا أولها في هذه الحلقة. منال من مدينة الدار البيضاء تقول: أختي تقوم بما يسمى بروتين اليومي في مواقع التواصل الاجتماعي، فتكشف عن جل مفاتينها مما شوه سمعتنا الأسرية كثيرا، فقررت مع باقي إخواني وأخواتي مقاطعتها إلى الأبد، فهل ذلك من حقنا شرعا، علما أننا كرهناها لسوء أخلاقها لا لشيء آخر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله، صاحب الخلق الكريم والقلب الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. الله عز وجل أمر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن والمؤمنة يستر عورته ومحاسن الجسم والمفاتن باللباس الشرعي. قال تعالى: ولا في حق النساء ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولذرن بخمرهن على جيوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والنبي عليه السلام يقول للسيدة عائشة في حق السيدة أسماء: دخلت عليها على النبي صلى الله عليه وسلم بثوبين رقيق شفاف، فقال عليه السلام: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفه صلى الله عليه وسلم. فهذا ما تحكي الأخت في السؤال يعني عن هذا الأخت اللي كده هذا السلوك اللي هو غير سليم وغير صحيح. هالشيء ديال المواقع وكذا، أنها تتعرى وتكشف مفاتنها ومحاسنها، هذا والله لا حرام، لا يجوز، لا يليق، لا يليق بالمؤمن ولا بالمؤمنة أن يكشف عورته أمام الناس كيف ما كان الحال. نعم، إلا في الأحوال الضرورية كالعلاج الطبي أو الفحص أو الكي وكذا أو الختان، هذه حالة، أو الولادة، هذه حالة أخرى. أما في غير هذه الحالات لا ينبغي للمؤمنين. حتى النبي عليه السلام قال النبي عليه السلام قال: لا ينبغي للمؤمن أن يكشف عورته. قالوا: يا رسول الله، وإن كان وحده؟ قال: إن كان وحده فالله أحق أن يستحيا منه، بوحده ما يكشفش العورة المغلظة، وحرى إذا كان يعني يكشف أمام الناس. نعم، فالمواقع هي في حقيقة هذه الفتاة المسكينة الغافلة، الله يهدينا ويهدينا جميعا ويوفقها ويرد بما بها طريق المستقيم ويصلح ابناتنا وابنات المسلمين جميعا يا رب. اللهم آمين. هي غافلة خاطئة، فالحال نسأل الله لنا الهداية. هما الأسرة ديالا أو الإخوة ديالا خاصهم كيفاش يعالجوها. القاطعة لا تفيد إذا قطعناها نهائيا إلى يوم القيامة، إلى الأبد، الأبد قطعناها، ما لا يفيد سلمية. القاطع لأجل المعاصي أو الزجر شرعا يجوز، فعل النبي عليه السلام مع تذير الصحابة 50 يوما، وبعدها رد جاء القرآن بإعلان توبتهم. نحن عندنا في شرع الهجرة تنجر الولد أو الزوج أو الزوجة أو الأخ شيء أخطاء شيء معاصي 3 أيام 7 أيام لعله يعني يحاسب نفسه ويتراجع. ورخص النبي عليه السلام بالنسبة لمتخاصمين عندما يقع الخصام والغضب والجدل وهكذا في مثل هذه الحالة وغيرها، قال عليه السلام: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال. هذه عموما،
نعم. فما بالك بالإخوة والأرحام؟ لا يحل المسلمين، معنى لا يحل أي يحرم، يحرم هجره وقطع صلته وقطع كلامه وقطع يعني معيشته وقطع السلام عليه، هذا حرام. قال عليه السلام فوق 3 ليال، يعني 3 أيام أباح النبي عليه السلام التخفيف للناس ومحاسبة ومرجع للنفس حتى يعني تسوى الوضعية للإنسان ويتصلحوا ويراجعوا نفسهم. نعم، يلتقيان يعني بعد 3، فيعرض هذا ويعرض هذا عن صاحبه. قال عليه السلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالطريق الأسلم الله أعلم. الإخوة خصهم يديروا مع جميع الوسائل ديال الإصلاح والتقويم والعلاج. مرة يقطعوا شيء يجي 3 أيام، مرة الموعظة، مرة النصيحة، مرة يزوروها، مرة يعني يتحروا بزيارتها ويتقربوا منها، يتقربوا منها بأي وسيلة، كلمة طيبة أو السلام أو الزيارة أو شوية ديال رفع المعنويات ديالها أو كذا، لعلها على والله على كل شيء قدر. معلوم شحال من واحد تيكون استاذ يعني غادي في واحد الطريق منحرف ويستقيم وكيلقى الناس اللي ينصحوه، ولكن خصنا النصيحه ياك استاذ. نعم الخوت يعني هذا المبدا اللي خداو في حاجه الى هذا الامر، هذا هي سلكوا مع هذا الاخت هذه جميع الوسائل ديال العلاج والاصلاح، كلمه طيبه، النصيحه، الموعظه، التوجيه، وزائد العنايه الادبيه. نعم. زوروها، يقوموا بها الى مرضات، اذا شد عندهم مرحبا بها، شهاديه، دول العمره، يعني جميع الوسائل باش لعلها تصلح. استاذ ربما هذه القضيه ديال الزياره شرت لها السائله، قال لك شوهات السمعه ديالنا. الله اكبر. يعني لان ملي كتكون شي حاجه خاصه الناس دابا ديال وسائل التواصل الاجتماعي كاين واحد الشهره، كيولي الصغير والكبير تيعرف، فكيكون صعيب عليهم، ولكن في جميع الاحوال ما تكونش القاطعه الكامله. ما تكونش القاطعه الكامله. يجي عند ولا يتلاقوا في شي بلاصه، في عند شي عائله، ولا يمشوا يسافروا شي خرجه يتغدوا، ما يكونش هذه القاطعه الابديه كما هي ولا المؤبده. هذه سلبيه. هذه سلبيه لا تجوز شرعا. لا تجوز شرعا. لا تجوز شرعا. هي بالنسبه ليها لما تحس بانهم قطعوها كلهم قطعتهم. من ربما يزيدي يزيدي ولو يلقوا معه في الخط والزياره والكلمه الطيبه والتليفون والمذاكره التروفيا ان شاء الله كذا، لعل النبي عليه الصلاه والسلام يقول سيدنا علي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. كيفاش لان يهدي الله بك رجلا واحدا؟ هذه الدعوه الى الله والنصيحه والتوجيه والارشاد والوعظ والتذكير. نعم. المؤمن والدعاة إلى الله والإخوة وفي العلاقات لا يأس من الهداية، يعني يعمل السبب ويعاود ويعاود. بعض الناس كيسمع يقول بحال دابا السوق هذاك راه مشى، هذاك راه مشى ما بقى ما يرجعش. لا أبدا. لا، قلوب العباد كما في الحديث الصحيح، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ويقول الله عز وجل يقول في حق النبي عليه السلام لأبي طالب، قال علي، قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكان يقول اللهم اهديني واهدي بي واجعلني سببا لمن اهتدى. سعادتهم يكونوا ربحوا صفقة كبيرة وربحوا أختهم صفقة مع الله، وربحوا أختهم إذا هي رجعت على يديهم، يعني حاولوا معها واهدوها ونصحوها وخذوا بيدها وعاونوها بشي وسيله ديال القران والدعاء وكذا، لعل ربي يهدي على يدهم ويربحوها ويقضوها. غير استاذ هذا هو المطلوب. واحد القضيه الله يجزيكم بخير، مثلا الانسان اذا كان بحال هذا كيدير شي سلوكات شويه خايبه، شي مره كيبقى بحال هكا كيوصل له عنده بينه وبين نفسه انا راه ما بقى لي فين نرجع. مثلا اذا كان من يشاهدنا مثلا تكون هذه السيده نيت هي اللي وقع في هذا الامر، تقول لك انا صافي راه كندير داك الشيء وكرهوني العائله وانا خايبه الطريق ديالي، اذا تابت الى الله عز وجل. نعم. ورجعت اليه. نعم. سبحانه وتعالى يتجاوز عنها. هنا كلمتان، كلمه الاولى اللي جات على لسانكم هي الياس والقنوط من رحمه الله عز وجل او من قبول التوبه. هذا حرام، لا يجوز، خصوش يكون ابدا. الله عز وجل حرم اليأس من رحمة الله، فقال إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والقنوط قال تعالى، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أبدا. وقال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، عن مثل هذه الحالة هذه الآية.
مثل هذه عليك تقول لي لا قال فين نرجع؟ اي لا ابدا. والله تعالى يا عبادي وخاوا ما اسرفوا في الذنوب والمعاصي ربي كان مجر عليهم ولا بعدهم ولا تبرى منهم. قال يا عبادي بياء الاضافه للتشريف، يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم يعني بالمعاصي لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، فقط تستغفر وتتوب وترجع اليه يقبلك بل يفرح بك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حديث صحيح قال له ان الله لله أشد فرحا بتوبه احدكم من رجل ضلت راحلته ثم وجدها، او كما قال عليه السلام يعني يفرح ربي بعبده المؤمن او امته المؤمنه اذا وقعت في المعاصي والهفوات وكذا ورجعت ثم رجعت نادمة تائبة أو نادما تائبا فإن الله تعالى يقبله. إن الله يحب التوابين سبحانه وتعالى بصيغة مؤكدة وفعل مضارع، يحب معناه يحب فعل مضارع تجدد والاستمرار دائما، متى تبت متى استغفرت متى أخلعت عنك المعاصي ورجعت فإن الله تعالى يغفر لك ويقبل توبتك ويغسل وسخ هذه الذنوب بل قد يبدلوا حسنات كما قال هو سبحانه وتعالى. والنبي عليه السلام يقول كما روى الترمذي وغيره قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له ومن تاب تاب الله عليه. آيات ونصف الموضوع ديال التوبه اذا غير رجعوا عند الله مهما كانت الذنوب مهما كانت مهما كان الله يوفقنا الله يوفقنا. قالوا العلماء لا يكبر او لا يعظم على الله ذنب ان يغفره مهما كان، لا يعظم ذنب على الله ان يغفر مهما كان. هو ذو الفضل العظيم والكرم سبحانه وتعالى غافل الذنب وقابل التوب. بارك الله فيكم استاذ. انتقلوا للسؤال الاخر من الاسئله الصوتيه. مرحبا. نطرح واحد السؤال. واحد الدري عندي كان مريض مرض اعصاب وكيشرب الدواء وانت يكمي تيجي مخربق كيبقى يتعاير معايا كيبقى يعايرني في شي عيور كاع ما كاينه، حيت كنتساقط معاه كندير معاه كنقول صلي ما كيبغيش. هذا هو السؤال ديالي استاذ. مرحبا لنا، مرحبا لنا. تسمعي الجواب السيد الاستاذ كتسول على الابن ديالها قد ربما عنده مرض شويه الاعصاب كيكمي وكيتعصب وكيبقى يتعاير معها ربما هي خايفه عليه. لا اله الا هذا الامر هذا. الله يشفينا ويشفيه. امين يا رب. ممكن هذا الحاله اللي كتقول الاخت السائله ديال الحاله العصبيه كدير احوال كيكون هذاك المصاب بهذا المرض العصبي او شي حاله نفسانيه او شي توتر او شي انفعالات او شي تاثرات كذا كيكون واحد الحاله شويه حرجه، بمعنى هو راه عنده ابتلاء وان الام او الاب او الاهل ديالو خصهم يتعاملوا معاه، خصهم يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاه، خصهم يلتمسوا العذر ويعملوا واحد شويه ديال الرفق والعفو والحلم ويغطيوا شويه عليه ويحاولوا يعالجوا الى امكن العلاج عن طريق الطب او العلاج الطبي وكذا. كاين الحمد لله، كاين دابا الحمد لله نعم الحمد لله الطب كاين الحمد لله العلاج كاين العلم ديال الطب تقدم من واحد المدى بعيد جدا. هادشي ديال الحاله العصبيه او النفسانيه كيكون صاحبها فواحد الحاله فواحد الحاله حرجه جدا. نعم لا مع نفسه كيلقى عنده ضغوط واحوال وانفعاله وكذا ولا مع كيف يتعامل مع اهله. اذا اهله خصهم يرحموه ويرفقوا به ويعاونوه ويصبروا معاه وما يحاسبوش. هو اذا خطا فيهم ولا سب كما تقول الاخت هو ماشي متعمد ماشي اختياري وغالبا كانه مكره. نعم استاذ. حاله مرضيه هذه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذه الصلاه كتقول له يصلي وما كيبغيش يصلي نعم يكفي انها تقول له صلي، يكفي انها تامر مره تذكره بالصلاه وتخوف من الله عز وجل يكفيها فقط. اما الذي يهدي القلوب هو الله عز وجل. عز وجل احنا عندنا الهدايه على جوج، كاينه هدايه ديال الارشاد التدليل والبيان والوعظ والتذكير هذه لنا فيما بيننا. اما هدايه القلوب لا يملكها الا الله عز وجل. توفيق ديال الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. انا ولدي او بنتي او اهلي نتعاون معهم بالنصيحه والموعظه. قل يا مقلب القلوب ثبت قلبهم على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي وقلبهم على طاعتك. نعم. اطلب لهم التوبه والهدايه والرجوع الى طريق الاستقامه ان شاء الله. نعم بارك الله فيكم. انتقلوا لسؤال اخر. ناديه من مدينه وجده تقول توفي زوجي رحمه الله واريد ان انفعه بشيء امام الله
فماذا يمكنني فعله من أجله؟ هذه أيضا من الصور المشاركة. الحمد لله. الحمد لله. يعني هذا الخير ما تزوجها وهي كتفكر شنو شي حاجة اللي تقدمها ليه تنفع أمام الله سبحانه وتعالى. هذه حالة ديال الزوجين. وعندنا حالة أخرى ثانية جميلة ديال الأولاد مع الوالدين. نعم. هذو كيسولوا لها ماذا يقدمون لأبيهم أو أمهم. هذو كذلك كيسولوا لها ما تقدموني لزوجيها. لزوجيها الفقيد المرحوم برحمة الله عز وجل. أسأل الله أن يغفر لنا وله جميع المسلمين. وأن يرحم أموات المسلمين جميعا. كثير ما تقدم له. كاين أعمال كثيرة تنفع الميت. منها الصدقة تصدق عليه. تصدق على الطعام والمال واللباس تتصدق وتنوي أنها كتهدي ثوب الصدقة له فإنها تصله قطعا وتصله فورا إلى حياته البرزخية. هذه الصدقة في حديث صحيح سيدنا إمام مسلم أنه الصحابي قال يا رسول الله إن أمي ماتت فهل ينفع وإن تصدقت عنها؟ فقال عليه السلام نعم يعني ينفع الصدقة. فقال الرجل يا رسول الله فأي صدقة أفضل؟ قال الماء. فحفر سعد بير بالمدينة وسماه بير أم سعد حبسه عليها تسمى صدقة جارية. يعني قال في النبي عليه السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث صدقة جارية يجري نفعها على العباد ويجري ثوابها على الميت. ومن أيضا أنها تدعو الدعاء. الدعاء لا ينقطع هي الأحياء مع الأموات لا الأقارب والأجانب. المؤمن دائما يدعو الأموات والمؤمنة الوالدين الأزواج زوجات جميع المسلمين. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سورة المؤمنون ختام ديالها. النبي عليه السلام أمرنا بالدعاء الأموات لا صلاة الجنازة ولا بعدها ولا في السجود في جميع الحالات. وقل ربي ارحمك كما ربياني صغيرة. اللهم اغفر لي زوجي فلان، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم اسكنه فسيح جناتك، اللهم ارضيه وارض عنه إلى آخره. تدعو له دائما. والصدقة صلوات الخلوات. نعم. ومنها أيضا قراءة القرآن. إذا زرت في القوارة ولعت في الدار تقرأ سورة من الصور أو آيات ويقول اللهم بلغ اللهم يا ربي بلغ مثل ثواب هذه السورة إلى روح زوجي فلان في منزلها أو في القبر. في منزلها أو في القبر. إذا مشينا القبر عند حسنتان فهما عملان، عمل ديال الزيارة وعمل ديال القراءة. ففي الأجر مضاعف لا لها ولا له. في إلقاء السلام عليه وتقرأ على القرآن القبر هو كيسمع ويحس بها ويرد عليه السلام و ربما يكون مع ملك يؤمن على دعائها فينفعه الله تعالى في قبره في برزخه بدعوتها وزيارتها. أيضا ممكن تعتمر على ممكن تخلص على شي ديون إذا عنده شي ديون. نعم أستاذ. وممكن إذا خلى شي صيام تصوم وتخرج الفدية أو خلى الزكاة تخرج عليه تقضى عليه. كل هذه وغيرها تنفع الميت. تنفع الميت. بحمد الله عز وجل. بارك الله فيكم. سؤال آخر أمجد من مدينة القنيطرة يقول أبي ضاع منه هاتفه في المنزل ويتهمني بسرقته ولما لم أعترف بشيء لم أفعله قال لي أنت مسخوط فهل يؤثر ذلك في حياتي؟ لا يؤثر. سخط الوالدين نعوذ بالله من سخطهما. أمين. نعوذ بالله من سخطه وسخط الوالدين. ونسأله تعالى أن يرضعنا وأن يرضعنا والدينا. أمين. كما يقول النبي عليه السلام رضا الله في ذر ويدين وسخطه في سخطهما. ولكن سخط الله كما تعلمون بالمعاصي والموبقات وكذا وسخط الوالدين أيضا بالمعاصي معهما بسبهما باعتداء عليهما باحتقارهما بسبهما إلى آخره. هذا نعم. أما إذا كان الإبن أو البنت بحمد الله تعالى صالح وسليم في العلاقة مع أباه ويحبه ويقدره ويوقره إلى آخره ولكن وقعت واقعة أن التليفون ضاع. التليفون ضاع ولا أي مصلحة أي حاجة ضاعت في المنزل مثلا فاتهم أحد أولاده قال له أنت اللي هديت التليفون ردوا لي. الولد يقول أنا ما سرقت أنا بريء. الإبن خاصه يكون أعقل من هذا وأعلى مقاما يعني لا يلوم والده جهة
ولا يخشى من سخطه من جهه ثانيه. نعم. ربما با يكون مأكد وكذا وبقى في التليفون ديالو. ربما كتكون استاذ معطيات مثلا كيبني على واحد ظنون معينه. نعم. كياخذ الحكم. أيه. ولكن الولد هو متاكد انه ما دارش. فالابن كما كيقولوا المغاربه كيقولوا اذا كما كان الانسان كرشو خويه من حرام ما يلقاش في الحياه الناس ما يخافش ما يخافش هما خير مو الناس. نعم. انا باري يقولوا اللي بغاو يقولوا. اذا كان هذا الابن الحمد لله باري و كيشوف باه يعني مازال مصر عليه ومصر على انه هو اللي سرقه وكيقول له سخط وما سخط وكذا كذا. هذا الابن لا يضره السخط ابدا ولا يلحقه. اذا لا يلحقه السخط مات ابوه او اوحش ولكنه يبقى في صلته مع ابيه بكل شيء نفس الاسلوب. اللي كان باب قلق معه قال له انت مبسوط ولا خرج عليا ولا كذا ويعاملوا الابن بنفس الاسلوب. هلا يبقى بنفس الاسلوب الادب السلام تقبيل اليدين المعامله الزياره الخدمه التوقير الى ان يفرج الله تعالى عنا وعنهما. امين يا رب العالمين. بارك الله فيكم استاذي. ننتقل الى سؤال اخر. سؤال صوتي. مرحبا. اخوان الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسمي محمد من المغرب عايش في هولندا. عندي سؤال. عندي الولد مبلغ بالمخدرات ما يخدم ما يعمل حتى شي حاجة. قررت انا نعطيلو 10 يورو في النهار باش ما يمشيش يشفر. هذا هو السؤال ديالي. واش هادشي اللي كنعطيلو ما فيه مشكل ولا فيه مشكل؟ مرحبا مرحبا سيدي. تسمع الجواب ان شاء الله. السيد الاستاذ كيسول على الابن ديالو بلي يطلق بالمخدرات وكيعطيه هو شي حاجة الفلوس كل يوم تقريبا 11 ديال اورو كل يوم باش ما يسرقش الناس. كيسول هاد الفلوس اللي كيخصص له كل يوم وكيشري بهم هاد المخدرات انه ما خدامش وما باغيش يشتغل واش فيها شي مشكل من الناحيه الشرعيه؟ الله عز وجل لما حدثنا عن الاولاد في القران الكريم حدثنا عن شتى الحالات. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تليكم او اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. هذه حالة. ويقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. والعداوة دينية. ويقول سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وما يخفاش على أي إنسان عاقل يعني محبة الوالدين للأولاد. نعم هذا محقق. فلذة الكبد. نعم. ثمرة الفؤاد. وما من أحد من الناس من الأبوين قديما ولا حديثا في العالم إلا وهو يحب ويتمنى لولده السعادة التوفيق والسلامة. نعم. والنجاح والصدارة. نعم. في الحياة كلها الحياة الدينية والدنيوية ما من أحد. ومرة مرة كتلقى شي أسرة وشي أب وشي أم يبتلى شي حالة من حال إما حالة مرضية مادية أو حالة مرضية عضوية أو نفسية أو شي حالة مثل هذه الحالة ديال مخدر. كيف يتعايش معها؟ هل يعني يترك لها حبلها على غربها خليها تمشي تنتحي تمشي يعني يتحمل مسؤوليتك يدير اللي بغيتي ويضيع كامل. نعم. ويدير حتى الناس الاخرين. هلا هذا مسؤوليه هذه. والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. وهذا من الوقايه ان المؤمن يقي نفسه ويعمل جيدا على ان يقي ولده او ابنته من جميع الاضرار او الموبقات او المخدرات او الامراض او شي سلبيات ما امكن معه بالحكمه باللطافه بالتعليم بشويه ديال اللي بقى في الكلام بالمعامله حسنه. هذا الاخ الكريم اللي كيسال هذا الولد هذا لماذا لا يبحث عن العلاج؟ حيث كيقول وقد يعطي واحد المقدار مالي 10 أورو في النهار مزيان مهنيا غير تفاديا باش ما يسرقش حتى لا يقع يعني هو محتاج الناس خصو فلوس خصو فلوس يمشي يدير الفتنه في البلد ويسرق ويمشي يلحق ويبقى في كذا. مهنيا هذه مزيان كانها ضروره ولكن ما يكفيش هذا الى متى تبقى هكذا. انا كنحاول ما امكن ننصح ولدي نحاول نبحث على العلاج شي طيب شي علاج عند المدمنين شي علاج صحي شي قرعه شي كيما كاين شي علاج يتعالج وما يبقاش هذيك المخدرات اللي غادي تدمر.
هادشي اللي كيحكي دابا الاب. نعم استاذ. كيدمر العقول، يدمر الابدان، يدمر الاموال. فاذا يعني المجتمع فاذا ابتلي المؤمن فليصبر، نسال الله الثبات. امين يا رب العالمين. اذا بالنسبه لخلاصه المساله استاذ، انه يجوز له ياك استاذ في حال الضروره تفاديا مما هو افحش. من هو ربي العلم. أيه. قال لك لان هو بحساس الفلوس غيمشي يسرق. ايوا الاب خصو يكون شويه كما كيقولوا يكون شويه ها قوي شويه جاد مع ولده، انه يحاول يخلصوا من ديك المصيبه. باش يخرجوا من هذا. ايوا هذه برضه يخرجوا منها بشي وسيله العلاج ولا الطب النفساني ولا الطب ديال يعني ما يستسلمش. يدير الاسباب اللي عندها ان شاء الله ذاك الولد يولي فاضل ويولي ان شاء الله يشتغل ماشي يكون ربح الصفقه وربح ولده. صفقتين صفقه مع الله سبحانه. نعم صفقه مع ولده. نعم يكون نقدو. بارك الله فيكم. تقول السؤال اخر، مريم تقول: انا فتاه عمري 13 سنه، سمعت مؤخرا ان الموسيقى والغناء حرام، لكني لم اجد ادله واضحه تؤكد ذلك، فارجو منكم البيان الشافي في المساله. قد لك سمعت ان الغناء والموسيقى حرام ولكن بغات تتاكد شي ادله تكون واضحه في هذه القضيه ديال انها حرام. الغناء والموسيقى، الغناء موضوع ديال الغناء لما كتبحث فيه القيس اكثر من 40 مرجع في احكام الغناء قديما وحديثا. والعلماء على جوج، منهم من ضيق منهم من وسع، منهم من اجاز ومنهم من منع. الذين اجازوا بضوابط طبعا وعندهم ادله في السنه كثير الاحاديث، من بينها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدتي عائشه رضي الله عنها لما زوجت يتيمه كانت عندها وزفت الى بيت زوجها، لما رجعوا قال عليه السلام: هل كان معكم من يغني؟ وفي روايه قال لها: هل كان معكم لهو؟ فان الانصار يعجبهم اللهو. اللهو والغناء شيء واحد. اللهو البارع. قالت يا رسول الله مثل ماذا؟ قال عليه السلام: تقولوا اتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبه السمراء ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الاحمر ما حلت بواديكم. قدر لي يعني التغني والمقامات وكذا تلحنها وتلحنها ماشي الكلام هكاك الاغنيات. وقالوا في العرس، وكان النبي عليه السلام اباح في العرس، بل استحب في العرس ان تكون فيه الدفوف، ويعني الغناء بشكل طيب. الغناء شنو الغناء؟ شعر. الشافعي رحمه الله يقول: الشعر كلام، حسن وقبيحه قبيح. والنبي صلى الله عليه وسلم مع سيدتي عائشة رضي الله عنها كانوا كيجيو السودان مرة للمدينة، عندهم محل ديال اللعب بالسيوف والدراق في المسجد، كانوا كيديروا في المسجد النبوي داخل المسجد. فقال النبي عليه السلام السيدة عائشة: تشتهين هكذا، تشتهين أن تنظري؟ قالت: نعم. قالت: فوقفت خلفه على الباب، تقول خدي على خده، فقال لي: دونكم يا بني الفداء، دونكم يعني خذوا العمل، ابدوا. نعم استغلوا حرقته. قال لي النبي عليه السلام: هل شبعتي؟ قالت: شبعت. فدخلت الحديث، بمعنى ان الاسلام ديالنا ماشي مضيق، ماشي معسر، ماشي في ذاك التعسف، ذاك التزمت ابدا. عندنا الفسحه، عندنا المزحه، عندنا النكته، عندنا الغناء البارئ، عندنا الدفوف، عندنا سيدنا علي يقول: رويح النفوس ساعة بعد نعم. ساعة، فإن النفوس تكل أو تمل، خاصها شوية ديال الماء. شنو نعم. شي مزحة، شي أغنية نقية، شي موسيقى نقية، بحال الدفوف هكذا. بعض العلماء كانوا كينكروا على من قال بأن الموسيقى كلها حرام بإجماع، كلها حرام. قال لهم: الصوت الحسن هو كصوت الطائر، الطيور البلابي. أصوات الحسنة كلها حسنة، والنفس ديال البشر تحب أن تسمع الأصوات الحسنة، تتنغم معها. طبيعة أستاذ، كلها طبيعة الإنسان، الموسيقى. الواد غادي كتسمع الواد ديك الموسيقى. كاين أحاديث تفيد، لأن وصلنا لنهاية الحلقة، الله يسلمك، تفيد الجواز، وكاين أحاديث تفيد الكراهة أو المنع. التي تفيد الجواز
كيقول العلماء غير يكون فيها مضبوطه ما فيهاش الشركيات ما فيهاش المحرمات ما فيهاش شي امور ديال شي محرمات نعم الله عز وجل فهذا شيء جائز لا باس به. نعم استاذ شكرا جزيلا لكم فضيله الاستاذ الفقيه سيدي محمد اليوسفي. اذكر انكم خطيب الواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي لعماله صخيرات تمارا. اعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات الى هنا تنتهي هذه الحلقه من برنامج يسالونك، نلتقي باذن الله عز وجل في حلقات قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.